مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يومك، حلقة يوم الاثنين، وفيها مجموعة منوعة من الأخبار والمواضيع اللي أكيد تهم كل أسرة وكل بيت. مساء الخير علي. مساء الخير عبير، مساء الخير عليكم مشاهدينا. زي ما قلت لكم عبير، اليوم حلقة جديدة من حلقات الأسبوع، هي ثاني حلقة في الأسبوع هذا. مزبوط. أكيد عندنا فقرات متنوعة ومواضيع متنوعة، فخليكم معنا مش تعرفوا شو مواضيعنا اليوم. أكيد. طبعا مشاهدينا نذكركم بأن أي ملاحظات أو مواضيع حابين تشاركونا فيها البرنامج تقدروا تابعتونا أكيد على صفحة برنامج يومك على الفيسبوك، وأيضا تتابعونا على البث المباشر. طبعا عبير، نبدو أول فقرات حلقتنا اليوم بمجموعة من الأخبار الفنية اللي عدها زميلنا هاشم الزروق في كلاكيت. عبير، أول خبر معانا اليوم، بدأ نجم باسط بوقندا في تصوير أحداث أو أحدث أعمالها الفنية سعادة للمشاركة في السباق الرمضاني القادم. وكالعادة علي، قدرت فقرة كلاكت إنها تتحصل على تصريح خاص من الفنان باسط بوقندا عن كواليس عمل الفني. مساء الخير لكل متتبعي برنامج يومك. أنا حاليا بصدد العمل على مسلسل جديد مع المخرج المتعلق مؤيد زلطية بعنوان تخريف. هذا العمل من تأليف الكاتب الشاب إبراهيم البشاري، ومدير التصوير المتألق عبد الحفيظ البوسيفي، ومهندس ديكور الرائع زهير زليتني. أنا سعيد جدا بالتعاون مع شركة مؤيد فيلم. الحقيقة هذه التجربة لنا سنوات، أنا والمخرج مؤيد زبطية على تفاهم تام من حيث الأعمال الفنية والشكل الفني والرؤية الفنية اللي ممكن يظهر بها أي عمل، وسعدت بأن هذه التجربة حان وقتها الآن، والآن بدينا في هذه التجربة، وإن شاء الله حتستمر لأعمال وأعمال بإذن الله. مؤيد طبعا ماهوش جديد بحيث احنا نتكلمه ونشكره، مؤيد زبطية أعماله دائما هي اللي تتكلم عنه، وقدم مجموعة من الأعمال الجيدة للجمهور الليبي كله يعرفها، وأنا سعيد أيضا بالعمل معاه. لقيت كل الترحيب والحفاوة من شركة مؤيد فيلم، واللي نشكرهم من خلال برنامجكم، وبإذن الله هذا العمل حيكون لشهر رمضان القادم. نتمنى أن ينال إعجابكم، نخبة جيدة من الشباب سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى الرؤية البصرية أو إدارة التصوير والإنتاج. نتمنى أن ينال إعجابكم. العمل زي ما ذكرت من إخراج المتعلق مؤيد زبطية، ومن تأليف الكاتب إبراهيم البشاري. شكرا لكم مرة ثانية. طبعا نذكر أن آخر أعمال الفنان باسط بوقندا هو مسلسل فيما ينقال الجزء الثاني من بطولته وإخراجه. طبعا باسط بوقندا متنوع أكيد. في عطائه، يعني بل إخراج تأليف وحتى التمثيل، يعني أبدع الدراما الليبية بصراحة، سواء كانت في الكوميديا أو حتى في أعمال اجتماعية، بالكثير من الأعمال اللي أكيد حتقعد عبر مر الزمن وحتنحسب لها أكيد هذا مشوار الفني الكبير. وبدأ زي ما نعرف نشاطه أو البدايات دائما مهمة علي، بدأ في النشاط المدرسي، ثم أكيد كمل المشوار خطوة بخطوة، ساهم في العديد من الأعمال وتحصل على عدة جوائز، فأكيد نحيوه يعني. بالضبط. حنمشي الخبر فني آخر مشاهدين أخبارنا توا في العاصمة الإيطالية روما، حيث تحولت ساحة ماكسيموس للعجلات الحربية إلى مسرح للأوبرا، وهذا بسبب جائحة كورونا، حيث اضطر القائمين على إدارة الأوبرا لتوفير مساحات أكبر تسمح بالتباعد الاجتماعي خلال العروض. طبعا تجهيز ساحة ماكسيموس تتطلب مجهود كبير ووقت أكبر علي، لأن المساحة متاعتها كبيرة جدا، وكانت حوالي 2800 سنة. طبعا صرح مشرف مسرح أوبرا روما بأن الكورونا أجبرت العالم على التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول لاستمرار الحركة الفنية. مظبوط. طبعاً شكلها الأنشطة اللي حتكون في الخارج أو الأوتدور زي ما يقولوا لها حتبدأ تكتر في الفترة الجاية مع التباعد الاجتماعي. صحيح. أنا بندير سقاط للخبر هذا عبير، إن في تونس قريت خبر الأيام اللي فاتوا إن هم دايرين سينما السيارات، يعني كانوا يفكروا يديروها يعني. وحتى إنك أنت بس تدرسي السيارة وتتفرج عليه على شاشة كبيرة تنعرض عليها أفلام،
فكويس ان العالم يتجه لحاجات زي كده. اكيد الافكار دائما مهمه، خاصه في الاوقات او الظروف الصعبه، الافكار صح. تلاقي حلول، والحلول اكيد حتى ان هي ترفع على الناس بشكل كبير، يعني خاصه نقولوا تحويل حاله حرب الى حاله ابداع شيء حلو جدا يعني. بالضبط. نمشي لخبر ثاني. لعنة مسلسل جلي تلاحق افراد العمل، حيث اعلنت الشرطه الامريكيه عن العثور على جثة الممثلة نايا ريفيرا أحد بطلات المسلسل. توفت ريفيرا علي غرقا في بحيرة بيرو بعد أن أخذت قارب هي وابنها الصغير في البحيرة كنوع من الترفيه، وثم العثور على القارب وابنها الصغير، ولم يتم العثور عليها إلا بعد 5 أيام غارقة في قاع البحيرة. ولا تعتبر هذه المأساة هي الأولى لطاقم عمل المسلسل، حيث سبقها زميلها الممثل كوري مونتيث الذي تم العثور عليه ميت بسبب جرعة مخدرات زائدة من 7 سنوات. أيضا الأحداث السينمائية من الممثل في هذه الأحداث مارك سالينيج، وهو أحد نجوم المسلسل اللي عثروا عليه منتحر في يناير 2018. طبعا الفنية كانت متنوعة من محلية إلى عالمية. من هذه الأجواء مشاهدينا أو من أجواء الفن حننشو إلى زاوية جديدة وتتعلق بالشأن الليبي المحلي وموضوع جديد. طبعا برغم ان فيروس كورونا قدر يوقف كل شيء، لكن في من جهات ومؤسسات حاولت ان هي تدير بدائل لنشاطاتها في فتره الحجر، وقدرت بالفعل ان هي تدير شيء مميز. بالفعل علي، من بين المؤسسات هذه مكتب التعليم المبكر في مدينه درنا اللي قدر يدير انشطه لرياض الاطفال عن بعد عن طريق التواصل مع اولياء الامور عبر سواء كان الواتساب او حتى المسجر. طبعا المشروع هذا عبير كان اسمه غيث العقول، وبالفعل قدروا يديروا مجموعة أعمال تعبر عن درنا وناسها. باش نتكلم أكثر عن الموضوع هذا حتكون معانا إيمان عيسى مدير مكتب التعليم المبكر في درنا، لكن قبل ما نتكلموا مع السيدة إيمان خلينا نشوف بعض من الأنشطة اللي تم إنجازها. يلا نشوف. حنعرف أكثر عن هذه المبادرة معنا عبر الهاتف الأستاذة إيمان عيسى مدير مكتب التعليم المبكر في مدينة درنا. مساءك سعيد. مساءك أسعد أستاذتي الكريمة الفاضلة. مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك. مرحبتين. شكرا لك أستاذة إيمان. يعني مبادرة بصراحة مجهودها كبير من حضراتكم ومن قبل أكيد هذا المكتب لكل الأطفال درنا، يعني كيف فكرتوا أن كنتوا بداية من هذه الفكرة أو المبادرة أن كنتوا تختصوا أو توجهوا هذه المبادرة للأطفال؟ نعم أستاذة، بداية مع دخول جائحة كورونا توقف العام الدراسي بالنسبة لرياض الأطفال. نعم. أول خطوة قمنا بها هي استحداث غرف عن طريق الماسنجر والواتساب لمربيات رياض الأطفال في نوع من التواصل بين الأم ومربية الطفل ومديرة الروضة وإدارة المكتب ما قدرنا يعني. كوننا غرف الدردشة وحاولنا أن يعني نخفف ضغط الأطفال على المنازل يعني. حاولنا التواصل مع الأطفال، نوع من النشاطات كالرسم يعني أشياء بسيطة جدا يعني. لكن وجدنا أن هناك يعني من الأطفال مواهب غريبة، وجدنا يعني استعداد من أولياء الأمور، مبادرة يعني من أولياء الأمور معنا. وجدنا تعاون كبير يعني، فقمنا بالخطوة الأولى اللي هي كانت أن نحن نستوفي مناهجنا الدراسية. من داخل مديرة الروضة ومربية الفصل معلمة النشاط وولية الأمر الأم يعني والطفل. كنا في جروبات تواصل اجتماعي يعني مجموعة كبيرة جدا يعني، كانت كنا مقسمين إلى فرق
وجدنا ان يعني استكمال المنهج مثلا يعني قبل في نقل احيانا يكون مباشر. يعني مثلا تسميع الصور القرانيه او الاحاديث الشريفه او كتابه بعض الحروف، يعني الام تقول الطفل كتاب من الف لعند الجيم. بعدين تنقل لنا مباشر، يعني احنا نشوف الطفل كيف يكتب هو جالس وكيف يعني مرات الصور القرانيه يعني فيعني صارت نوع من النقل المباشر بيننا بين ولي الامر يعني داخل البيوت. إيه لكن كيف استاذ ايمن، كيف كان تجاوب الامهات واولياء الامور معاكم، خاصه ان عادة احنا حتى ناقشنا الموضوع هذا في حلقات سابقة، ان عادة اولياء الامور لما يرفعوا ولدهم للروضة في سن مبكرة وهيك هم بس ان يخففوا الحمل عليهم، اليوم اصبح في حمل وانتم تكلفوا فيهم بواجبات، كيف كان تجاوبهم معكم؟ كنا بالاول شيء دخلنا بالقصة القصيرة، دخلنا في بعد المغرب، دخلنا ان واحدة من المربيات الكبيرة في الامر تدخل القصة القصيرة تحكي حدوثة بالطفل، الاطفال طبعا تكون جالسه والاطفال يشوفوا فيها. بعدين دخلنا عملنا شخصيات كرتونيه. يعني مثلا قصه الحمامه والنمله، يعني عملنا شخصيه النمله كبيره وشخصيه للحمامه وتحكي الحمامه مع النمله. استجلبنا اهتمام الطفل معانا، يعني الطفل اصبح مهتم ويرجع في حلقتنا. رغم انها كانت بث مباشر بين يعني مثلا المربيه من منزلها يعني. نقطة مهمة هي نقطة البث المباشر علي وحتى أستاذة إيمان، لما نتكلموا عن كيفية استجابة الأطفال أو مدى وعيهم بهذا الموضوع أو كيف حابين هذا الموضوع بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، يعني كيف تصفي لنا وضع الأطفال؟ في البداية يعني كان الإقبال بسيط جدا، لكن بعدين لما غيرنا في الشخصيات، يعني شخصية المربية غيرنا فيها، غيرنا في الأصوات، يعني جبنا مثلا صور للحيوانات، صور للطيور، يعني حاجات زي هذه، الطفل أصبح يهتم. يعني بعدين أصبح واعي لهذا الطريقة. مثلا يعني زي يوم الجمعة والسبت الطفل الأم تطلع تقول له أرجوك ما فيش حلقة اليوم، يعني تيجي معنا لأن فلان ينتظر فيك. حابين البرنامج يعني بشكل كبير، يعني شيء حلو. نعم كانت البداية بسيطة جدا أستاذة، كنا البداية ب 10-15 طفل يعني كتجربة، لكن لما شفنا الطفل يعني أخذنا صدى وأخذنا تجاوب كبير من الأهالي خاصة في مدينة درنا، فتحنا المجال للجميع، بدينا كخطوة كبيرة وجبارة يعني، والحمد لله توفقنا يعني، وحتى دخلنا في منافسة مع الوطن العربي مع مصر تونس الجزائر المغرب وقضينا الترتيب الأول. الترتيب الاول على ثلاث مواسم، موسم الابطال، موسم نادي اليتامين، وموسم القارئ المتميز، الحمد لله من فضل الله يعني. الحمد لله. هل تم تخصيص ساعه معينه خلال اليوم ان تتواصلوا فيها مع الاطفال وتنسقوا فيها مع اولياء الامور؟ ام كان وكنتوا حاطين جدول معين للفقرات اللي ممكن حتقدموها؟ نعم كان السبت والاحد والاثنين يعني برنامج يعني زي التداول بين الام والمربيه عادي، برنامج عادي، لكن كان يوم الاثنين دخول المربيه مع الطفل. نعم. ويوم الخميس كذلك دخول المربيه معلمه الفصل مع الطفل يعني كانت. الجمعه كان العرض نحن يعني الجمعه كان عرض مكتب التعليم المبكر. حتى وفرنا يعني مثلا في حاله انقطاع الكهرباء وفرنا اقساط تواصل. مثلا الاستاذه ايمان انقطع عندها الكهرباء، معناتها الاستاذه روضة الطفل النموذج تقوم بالبث، روضة الزهور تقوم بالبث، يعني في حال أنا غير نشط يعني فمعناتها الكهرباء منقطعة. نعم، طيب أستاذة إيمان بما أنكم ما شاء الله يعني تحصلتوا على الترتيب الأول وكانت المنافسة عندكم قوية جدا وكنتوا في محلها، هل تفكروا أنكم تطوروا هذا البرنامج في الفترة القادمة؟ يا ريت، نكونوا ممنونين حتى. لكن شن الصعوبات اللي قدامكم بشن انتم تطوروا؟ يعني انت في البدايه قلتي لنا ان كنتوا ب 15 طفل، اليوم اصبح عدد لا باس به، رياض الاطفال كانوا مجموعه معينه، اليوم اصبح عندكم عدد حتى هو كبير قاعد يشارك معاكم، فشن اللي يمنعكم ان انتم ما تطوروش الموضوع اكثر وتمشوا حتى لفئات عمريه ثانيه غير رياض الاطفال؟ طبعا نحن الموضوع بالنسبه لنا نحن مكتب التعليم المبكر، الفئه العمريه اللي معايا هي 5 سنوات. المرحله الثانيه في مرحله التعليم الابتدائي، المرحله الابتدائيه، فانا يعني غير مسؤوله عنها، في ناس ثانيه يعني. انا صرت في مكتب التعليم المبكر الفئه العمريه 5 سنوات.
اي لكن ما ت... نعم يعني ما... هذه هي اللي نقدر نشتغل معاها انا بالنسبه لي انا يعني. اي لكن ما طبعا احنا دخلنا في منافسه قويه مع الوطن العربي مع العراق والاردن في لغه الضاد يعني، وخذينا الترتيب الاول اطفال تكتب الحرف من الف الى الياء بجمال وروح خط غريب يعني، وحتى عندها قدره على كتابه الكلمات فقط عمرها 5 سنوات. ما شاء الله. طيب استاذه ايمان يعني طريقه الالقاء كذلك يعني مخارج الحروف ركزنا عليها بعد اكتشاف مواهب يعني عديده. نعم بعد اكتشاف هذه المواهب العديده للاطفال يعني المرحله اللي بعدها اعتقد المفروض يتم صقل هذه المواهب حتى تكون قادره ان هي يعني تخرج الى النور زي ما نقوله. نعم وانا بالنسبه لي انا كخطوه ثانيه يعني او خطوه بديله قمت بارسال اسماء الاطفال المتميزين في اللغه العربيه كانوا طريقه الالقاء باللغه العربيه الفصحى الى الان يعني مجموعه كبيره حتى في الكتاب ارسلت الى مكتب البيات الخاصه طلبت ان هذه مواهب ارجو الا يتم اهمالها. جميل. طبعا انت يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. استاذ ايمان انت تو قلتي لنا ان الموضوع يعني بحسب كلامك وبحسب الاشياء اللي حكيتيهن يبدو ان الموضوع فعليا نجح في مدينه درنا وقاعد يجيب في نتائج كويسه 100%. ما حاولتوش كمبادرة شخصية منكم إن أنتم تشوفوا المناطق المجاورة، مكاتب التعليم أو حتى مكاتب التعليم المختصين بالسنوات العمرية الثانية إن أنتم تعرضوا عليهم البرنامج كنوع من الدعم بين المناطق والاستفادة؟ نعم بالنسبة لهذه الفكرة روادتني نحن اليوم كنا في احتفال اختتام فعالية يتامين درنا اللي هو غيث العقول وكان في ضيافة السيد فوزي عبد الرحيم ممرض وزير التربية والتعليم. نعم كان ضيف عندي وحضر معنا فعاليات غيث العقول يعني. وان شاء الله ان شاء الله تكون الخطوة الثانية داخل مناطق ليبيا بإذن الله يعني إذا ربك راضي. بإذن الله. شفنا حتى من خلال أستاذ إيمان من خلال حتى الفيديوهات علي شفنا حتى التعريف بتراث مدينة درنا وبعاداتها وبتقاليدها، ولكن من خلال الأطفال احكي لنا على هذه الخطوة أكثر وشن أكيد الهدف كان كبير منها وسامي يعني. نعم بالنسبة لنا نحن يعني تعريفنا بعاداتنا وتقاليدنا بالرموز ترمز للشعب الليبي خاصة ومنطقة درنا كانت يعني أول شيء قمنا بنوع من الأغنية يعني مثلا زي أغنية لبس الثوب الياسمين درنا زينة يعني حتى غيرنا ملابس الأطفال لبس الثوب الحرارة لبس الثوب العبروق يعني هي طفلة لبس الثوب العبروق فجبناها يعني حاولنا نكونها بأغنية ترجمتوها الى اغنيه يعني تجاوب اكبر واستماع اكثر وفاعليه اكثر بالضبط توصل بشكل اكبر يعني. نعم حتى يكررها في البيت نوع من المرح ونوع من الطرب يعني ونفس الوقت وصلنا لها المعلومه. بالنسبة للفيديوهات اللي شفناها اللي كان فيها عمل جماعي بين الأطفال، الفيديوهات هذه والمسرحيات أو الأعمال الغنائية هل تم إنتاجها قبل فترة كورونا أو أنتم لقيتوا آلية معينة أن أنتم تجمعوا فيها الأطفال وتديروا الأعمال هذه؟ بالنسبة للأعمال اللي قمنا بيها عدا أغنية ثوب الياسمين الباقي كله قمنا بيه جائحة الكورونا، طبعا جائحة الكورونا هذه نحن كل الأطفال مجهزينهم تعبين فيهم يعني مدربين ومدربين. لما جت الجائحة حاولنا أن نوقف على أساس أن الموضوع حياخذ شهر شهر ونص شهرين ونتوقف مضحرية. لما لقينا الجائحة هتاخذ منا وقت أطول، طبعا الأطفال أظن يعني نحن تعبين فيهم كمكتب تعليم مبكر مجهود يعني هينتقلوا للمرحلة الابتدائية فمن الصعب أن نجيبه فقط انا دربته ويعني اخذ من وقتي الكثير. صح. فحاولنا رغم جائحه كورونا ان نوصل عملنا، لكن وصلناه بالطرق الاحترازيه وباقل اعداد ممكنه من الاطفال. وكان اذا لاحظتوا اغلب تصويرنا في الهواء الطلق. يعني حفاظا على سلامتهم اكيد. بالضبط اكيد. نعم حفاظا على سلامتهم نفس شوي يعني قللنا من عدد الاطفال، لكن لم نستطع تهميش العمل لان نحن الاطفال دربناهم قبل الجائحه. تعبنا فيهم كان عمل يعني شاق ومضني فما حبيناش يعني تنصمت يعني هذه الاعمال حبينا ان نظهرها برغم وجود الجائحه.
أكيد مجهود تشكر عليه أستاذة إيمان، وبارك الله فيكم على هذه المجهودات، إن كنتم دائما كنتم مع الطفل حتى في الأوضاع زي ما نقولوا الصعبة والسيئة، وأكيد إحنا نعولوا على الأجيال القادمة واللي هم أطفال ليبيا بشكل عام. شكرا لك أستاذة إيمان عيسى، مدير مكتب التعليم المبكر في مدينة درنا. شكرا لك. شكرا لك وجودك عبير. حاجات زي هذه فعليا نتمنى ان احنا نشوفوها في كافه مناطق ليبيا، لان هذه الخدمه على الانسان وهو صغير. احنا المفروض تو نستثمروا في ناس وبشر اكثر من ان نستثمروا في اي شيء ثاني. فالفعاليات هذه برغم ان هي بسيطه وربما هي سهله، لكن محتاجه اصرار ومردودها ديما يكون اكبر من هيك. مظبوط، اعتقد ان الاجيال الجايه هي اللي حتكون سند ليبيا، وهي اللي حتبني ليبيا بوعيها وبتفكيرها حتى بتطور العالم وبتطور التكنولوجيا. فبالتالي الطفل يتطور يعني، بس لو كان في اهتمام بشكل كبير يعني. بشكل كبير بي. اكيد. عبير خلينا احنا نمشي لفقره ثانيه من فقرات برنامج يومك اليوم، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا. مواقع التواصل الاجتماعي سبب في تفكك العلاقات الأسرية وزيادة الخلافات الزوجية، أم أنها وسيلة ساعدت على كشف هشاشة هذه العلاقات في فقرة حياتنا؟ دراسات عديدة تناولت وأيضا منشورات صحفية تناولت العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والتفكك الأسري، وأرجى بعضها مسؤولية الخلافات العائلية وربما الانفصال إلى مواقع التواصل الاجتماعي. في دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لمحامي الطلاق وأخرى نشرتها صحيفة الاندبندنت نقلا عن جمعية المحامين الإيطالية، اعتبرت موقع فيسبوك المتهم الأول عن ارتفاع نسب الطلاق العالمي يا عبير. مظبوط، وفي المرتبة الثانية يأتي تطبيق واتساب، فبحسب جمعية المحامين فإن تسبب هذا التطبيق في 40% من حالات الطلاق في إيطاليا، وذلك لسهولة الاتصال بين الرجال والنساء وارتفاع نسب خيانة الأزواج. حنتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الدكتور محمد جربيع. مساءك سعيد. مساء الخير يا مرحبا. مرحبا بك في استوديو برنامج يومك. أهلا وسهلا يا مرحبا. أنا حابة نبدأ من هذا السؤال، لأنه موضوع أكيد مهم وربما قد يكون موجود في كل أسرة يعني عربية وليبية. هل العيب في الفيسبوك أو في وسائل التواصل الاجتماعي أم في الطرفين اللي هو الزوج أو الزوجة؟ شكرا لك، شكرا على الاستضافة ويسعد مساكم. يعني أول شيء خلينا نتفق بشكل عام أنه بالسنوات الأخيرة شهدت السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي يعني اهتمام وأهمية عالية جدا، وأصبحت تشكل أولوية بحياتنا يعني طبعا. يعني على المستوى الفردي ولا على المستوى الأسري ولا حتى على المستوى المؤسسات وحتى على المستويات، وبلشت تشكل يعني كمان حتى اتجاهاتنا ومواقفنا وآرائنا، وأصبحت مواقفنا سواء سياسية اقتصادية اجتماعية أسرية شخصية بتكون بطريقة أو بأخرى السوشيال ميديا دخلت فيها وشكلتها متحكمة في كل حياتنا، أصبحت تشكل الرأي العام أيضا وتشكل أولوياتنا وشيء. حتى أصبحت هي أحد الوسائل التسوق يعني، خاصة فيما يتعلق بالستات مثلا أو الرجال، حتى لما بده يشتري شيء يكون تم شافها ورقبها على السوشيال ميديا وبالتالي انتقل. هلأ لا شك انه احنا كمجتمعات عربيه دائما الاسره لها قيمتها وشيء مقدس عندنا سواء دينيا او بثقافتنا العربيه وبثقافتنا الاسلاميه بشكل عام. الاسره كيان مقدس ويمنع المساس فيه يعني، حتى بنكون واضحين تماما يعني، وحتى هذا الكيان له خصوصيه خاصه، وبمعنى اخر انه زمان حتى كانت الجيران على مستوى الجيران ما بيعرفوا شو داخل هذه الاسره من خصوصيه من مشاكل من احتياجات من 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 الى اخره. بس تو زمن السوشيال ميديا، هلا مع زمن السوشيال ميديا مع الزمن خلينا كمان نعرف تماما انه حتى منظومه القيم كلها تغيرت في المجتمعات العربيه، وما عادت منظومه القيم التي كانت يمكن قبل 10 سنوات، واحنا نشوف كل 10 سنوات بصير في نوع من التغيير الاكثر. الان السوشيال ميديا دخل مفاصل حياتنا، دخل حياتنا الاسريه، دخل علاقه الاب مع اولاده، دخل علاقه الاخ مع اخته، دخل علاقه الزوج مع زوجته، وبالتالي اصبح هناك نمط جديد لهذه الحياه الاسريه. في سؤال دائما بنساله كمان نفس السؤال اللي انت سالتيه، هل فعلا كانت
الشخصية العربية والأسرة العربية بشكل عام، هل فعلا كانت هي مستقرة قبل السوشيال ميديا ولا ما كانت مستقرة واجى السوشيال ميديا وأظهر كل هذا العيوب اللي كونت يعني احنا بنقول الجهتين صحيح، اجت السوشيال ميديا لأنه أصبحت تشكل في حنا حالة من 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 نوع من تحقيق الذات. كثير من كثير من الأشخاص أنت بتشوفه مع السوشيال ميديا نمط شخصية محددة، بس أنت يمكن تعرفه بشكل معين بيكون شخص خجول، فأنت لما تعرف هذا الشخص بطبيعته وشخصيته بتشوفه على السوشيال ميديا بتقول يعني أنت بصير في عندك حالة من الالتباس إنه مش هاي نفس الشخصية اللي كانت اللي أنا بعرفها ومختلفة تماماً. هذا إيش معني؟ يعني إنه السوشيال ميديا أعطت مساحة للتعبير أكثر، أعطت مساحة للشخص إنه يعبر عن ذاته ويعبر عن رغباته ويعبر حتى عن مشاعره وعن مكناته. لكن هذا مش يعني دكتور شيء غلط، بالعكس شيء حلو إن الواحد يعبر عن ذاته، بس هي طريقة الاستخدام أعتقد في هذا الموضوع. هي طريقة إحنا أصلاً من المجتمعات العربية في عندنا إحنا إحدى الإشكاليات اللي نفتقدها إنه إحنا ما عندنا مهارة التعبير عن المشاعر، وبالتالي عشان هيك أنت مرات كثير من بيشوف العلاقات الاجتماعية فيها نوع من الجفاف يعني مزبط. يعني حتى أنت كأم ولا كأنت كأب ولا أنا كأب يعني يصير التعبير عن مشاعرنا تجاه أولادنا في نوع من الحساسية يعني. يمكن كل واحد فينا بيحب أولاده وبيحب أولاده وبشوفهم أحسن الناس، بس يمكن عمره يوم الأيام ما حضن ابنه وقبله وتعامل معه يعني بنعتبرها، وهي نتيجة لمفاهيم الثقافة والعرف الاجتماعي الخاطئ في حياتنا. لكن نرجع لموضوع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا أعطتنا فرصة للتعبير عن أنفسنا مزبط. يعني حتى الآن أصبحت حياتنا داخل بيوتنا وداخل أسرنا هي حياة مكشوفة للكل. أنت بتشوف برات كثير حتى نوع الأكل اللي أنت تطبخيه، نوع اللبس اللي أنت بتعمليه، إذا أنت بتعطي مش كل تفاصيل حياتك تكون موجودة. هذا أدى إلى نوع من النزاع ما بين طرفين داخل الأسرة العربية، نوع مع الحفاظ على الخصوصية ونوع من أنه ساير ومشى مع السوشيال ميديا. وأكثر نقطة أهم كمان، إحنا السوشيال ميديا إيجابياتها عديدة، وإحنا ياريت دائما نوصي كل المجتمعات العربية أنه نستفيد من هذه التكنولوجيا وهذه الإيجابية تغير كثير بحياتنا وما نحولها سلبيات. لكن للأسف أنت كل شيء تستخدمه بحياتك، كل شيء تستخدمه بحياتك له إيجابياته وله سلبياته. هلأ كيف نستفيد من الإيجابيات تعتمد عليك، وكيف تقلل من السلبيات تعتمد عليك أنت بشكل أساسي. أنت أشرت لي نقطة مهمة، هي كيف كانت العلاقات الأسرية ما قبل السوشيال ميديا. يعني ربما فهمت من كلامك أن السوشيال ميديا اليوم ساهمت في تحفيز ربما خلافات كانت موجودة أسرية أو جفاء أسري أو ما إلى ذلك. لكن خلينا نسألك على الأرقام اللي عرضناها في بداية الحلقة اللي هي مستندين في الدراسات هذه على جمعيات محامين كبيرة ومعروفة، هل بالفعل أن السوشيال ميديا تقدر تحقق الأرقام هذه كأسباب لطلاق وانهيار أسر موجودة في كل مجتمعاتنا العربية؟ إذا أنت بتراجع على كل المشاكل الأسرية راح تشوف بالسنوات العشر السنوات الأخيرة نسب الطلاق تزداد بسبب السوشيال ميديا واستخدامات السوشيال ميديا، وهي كمان لها علاقة بطبيعة الشخصية العربية. يعني مرات الرجل يستخدم السوشيال ميديا ويمنع زوجته تستخدم السوشيال ميديا، فأصبحت الثقة والعلاقة بين الطرفين علاقة مبتورة. يعني بمعنى آخر إنه الرجل ممكن يكون بعلاقاته بالسوشيال الميديا يبني علاقات أكثر. أنت لما بتشوف أنك تبني بسهولة جدا التواصل مع سيدات أخرى وتبني علاقات، بصير نظرتك لزوجتك فيها نوع من الشك ونوع من الخوف، لأنه أنت بتمارس هذا الشيء، فأنت بصير في عندك هذا. إيش أدى؟ بدل ما بتكون مفهوم الزواج هو مفهوم سكينة وهدوء، لما دخلت السوشيال ميديا ما عاد مفهوم السكينة والهدوء للأسرة والبيت والعلاقة الزوجية بين الاثنين. يعني حضرتك تقول بأن السوشيال ميديا هي السبب، هي أحد الأسباب. أحد الأسباب. ولكن أكيد في أسباب أخرى طبعاً تؤدي إلى الطلاق يعني. طبعاً. بس يعني شو هي أساسيات تكون مفروض عند الزوجين بحتى يتجنبوا هذا الموضوع؟ يعني السوشيال ميديا هي حق لكل من الطرفين، فالأساسيات الموجودة في كل بيت أو عند الطرفين يعني. الأساس لأي علاقة اجتماعية ناجحة، سواء كانت علاقة زوجين أو علاقة أخين أو علاقة، هي الثقة تكون موجودة. الثقة بالأساس تكون موجودة حتى على مستوى بعيدا عن الأسرة، حتى علاقاتنا كأصدقاء إذا كانت الثقة موجودة هي الأساس تكون موجودة. اثنين، في توافق عام إنه نحن نستخدم السوشيال ميديا لغايات الاستفادة من إيجابياتها وليس لغايات بناء العلاقات الشخصية. هذا واحد. اثنين، مؤمنين تماما إنه السوشيال ميديا هي تبني مجتمع افتراضي وليس مجتمع واقعي. يعني أنت تبني علاقات افتراضية وليس علاقات واقعية. لكن إحنا بمجتمعاتنا العربية، لأنه إحنا بمجتمع العربي طبيعة العلاقات الاجتماعية بنعرف بعض كويس يعني. يعني إذا جيتي على مثلا على الأردن مثلا، إذا أنت جبتي اسم عيلة معينة كلنا بالأردن نعرف إنه من أي منطقة، بليبي نفس الإشي. يعني مجتمعاتنا فهي سهلت نوع التواصل. العلاقات الافتراضية بجزء منها تحول إلى علاقات حقيقية داخل المجتمعات داخل المجتمعات. أنا بقول دائما الثقة، الاهتمام، التوافق، الإيمان المطلق بأنه أصلا السوشيال ميديا هي حق
حقق بالحصول على المعلومة. صح. أنت لما تحكي حقق بالمعرفة تماما، السوشيال ميديا اللي استخدمناها تماما هي مصدر لبناء الشخصية. أنت تستطيع أن تتعلم منها، تستطيع أن تقوي لغتك، أن تستطيع أن تقوي مهاراتك. إحنا دائما الخوف من السوشيال ميديا هي الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، وليس السوشيال ميديا كسوشيال ميديا. إحنا معها شايف، فهذا يحتاج إلى نوع من التوافق داخل الأسرة بتكون واضحة. وكمان نقطة كثير مهمة، إذا كان الزوج وزوجته متفقين على احترام الخصوصية ما في داعي. حنسألك نفس السؤال، دائما يدور جدال بين الحرية والخصوصية، مدى توافقهم أو مدى ارتباطهم ببعض. أعتقد في فرق ما بين الحرية والخصوصية. طبعا فرق شاسع تماما. الحرية أبدا لا تتناقض مع الخصوصية موجودة. إحنا اللي قاعدين بنشوفه، اللي إحنا بنشوف، أنت مرات أنت إذا أنت تعرف أسرة معينة إذا هي نشيطة على السوشيال ميديا، أنت تعرف اليوم شو أكلوا، شو تغدوا، وين راحوا، وين إجوا. يعني بتحس في ناس كل ما بتحرك خطوة معينة بيقول إحنا الآن بالمكان الفلاني، اليوم طبخنا كذا، اليوم هاي الخصوصية، تحديد خصوصية الشخص اللي تكون موجودة. وبالمناسبة أنت حتى بهاي يجب أن تحترم حقوق الآخرين. إذا أنت كل ظروفك المادية وظروفك الاجتماعية تساعدك أنك أنت مثلا بسفر متعدد، أنت كل يوم بتحط على هالسفر أصلا أنت بتخلق مشاكل للناس الثانيين، خاصة بجو الستات والجو المجتمعات، أنه سين سافرت، راحت فلانة، إجت فلانة، إجت ليه. أنت خصوصيتك لازم تكون خصوصية معروفة. بس على مستوى الزوجين، يعني مدى تدخل الزوج، يعني زي ما نقوله كيف يسمح الزوج أو كيف تعطيه أنت نسبة من التدخل في خصوصية المرأة والعكس؟ يعني هلا شوفي، إذا كانت العلاقة واضحة ما في مشكلة، يكون يكون في توافق عام بشكل عام على نوعية الخصوصية اللي تكون موجودة. هلا في يكون موجودة إنه ما في داعي مثلا يكون اتفاق بين الزوجين، ما في داعي كل شيء يصير عندنا بالبيت نحطه على السوشيال ميديا. إذا أنت بدك تحطي شيء على السوشيال ميديا، حطي معلومة الناس تستفيد منها، حطي دعاء، حطي قصة، حطي أغنية اللي أنت بتشوفيها مناسبة، بس بعيدا عن حياتنا الخاصة المتعلقة في شخصي وشخصك وأولادنا. يعني هي السوشيال ميديا معروفة، يعني تقريبا عند الكل أو الناس كلها اليوم أصبحوا مقتنعين إن هي مجرد عالم افتراضي، ربما في حالات معينة تحولت إلى واقع، إلى واقع وحقيقة، لكن بشكل عام ربما حتى في المجتمعات مازالت المحافظة وكي مازال محافظة على الافتراضية متاعها وما تحولش لواقع بشكل كامل. لكن تلقى ناس قاعدة تدقق على لايك، تعليق، الأشياء هذه. هل هذا هو سبب قلة الثقة هذه، خلينا نسموها، هل فرضتها السوشيال ميديا من هي مشكلة موجودة بالأساس وزادت تزعزعت بالأشياء البسيطة هذه؟ السوشيال ميديا أكثر شيء تغلغلت في المجتمعات المحافظة، لأنه كان طبيعة حياتها شوية فيها نوع من الحدود ومحددة وما فيها أي مساحات. إجت السوشيال ميديا فتحت قنوات ونوافذ جديدة، أنت تستطيع أن تخرج من مجتمعك المحافظ إلى مجتمع أكثر انفتاحا، وتستطيع أن تعبر عن رأيك، وتستطيع أن تعمل كل شيء بعيدا عن هذه الأشياء. السوشيال ميديا بالمجتمعات المحافظة، المجتمعات المحافظة لقت بالأساس السوشيال ميديا فرصة إلها أنها تخرج من هذا النمط التقليدي الأبوي اللي مسيطر على حياتها بشكل أساسي. هل هي تصحيح بعض المفاهيم نقدر نقوله؟ طبعاً تصحيح بعض المفاهيم. الآن هاي المجتمعات المحافظة، لأنه بالنهاية إلها سياسة خاصة بخصوصيتها، اللي إجت السوشيال ميديا أعطت مساحات للنفوذ بشكل أساسي. هل السوشيال ميديا ساعدت إنه هل المجتمعات من أول كانت فيها؟ طبعاً مجتمعاتنا كانت من أول. إحنا بنعترف بشكل أساسي إحنا كمجتمعات عالم ثالث، مجتمعات عربية، في نمط تربيتنا فيه نوع من القساوة، كان عادي تماما التعبير ما كنا نميز بين احترام الكبير وقدرتك على التعبير عن رأيك أمامه. يعني كمان هاي كانت نقاط كثير مهمة. الآن احنا كمان يمكن دخلنا بالجامعات وتخرجنا ما تعلمنا كيف نعبر عن رأينا. الآن اختلفت الأمور، الآن أولادنا بالصف الأول والثاني والثالث بياخذوا اللايف سكيلز، مهارات الحياة، بياخذ كيف يتواصل معك، مهارات التواصل، مرات التعبير عن الذات، اختلفت الامور تماما. وبالتالي انت الان بتشوف في صراع قيمي. احنا انا بقول دائما السوشيال ميديا عملت في المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه بشكل عام نوع من الصراع القيمي، بطلنا نعرف القيم اللي موجوده. بدي احكي لك دراسه انا عملتها شخصيا ومسؤول عنها تاجها بالاردن، وهي الدراسه انعملت على طلبه الجامعات. كان في سؤال، انت الصبح اول شيء بتعمله شو هو؟ اول كانت الاجابه العاليه، اول ما بصحى الصبح بتفقد تليفوني ما بين الفيسبوك وما بين الواتساب واخره. شو القيم اللي انت تعلمتها من السوشيال ميديا؟ تعرف اكثر قيمه للاسف قيمه المجامله، انه انت بتشوف على حط صوره لك انت على السوشيال ميديا، حط على الفيسبوك وشوف التعليقات، منور، قمر، ما شاء الله عليك، بقول لك احنا تعلمنا. حتى في ناس كان شويه جريء بقول لك مش بس قيم المجامله، أصبحنا أكثر نفاقاً.
اكثر صح. نفاقا بي 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 بتعبيرنا عن بعض الاراء اللي تكون. بينما انه السوشيال ميديا انا بقرا قصه عليها, انا دكتور واستاذ جامعي واكاديمي وعندي دراسات ابحاث. انا السوشيال ميديا وفر لي, اقول لك وفر لي عالم بين ايدي, وفر لي مشاوير بدل ما انا اروح لمكتبه ادور على بحث الحاله البحث بين ايدي. فاصبحت الحياه لمن, شوف انا دائما بقول في شغله كله موجود وانت كيف تستخدمه. طيب دكتور خلينا نرجع بس شويه نقطه الخلافات الزوجيه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. اعتقد مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت يعني تعدد العلاقات فيها متاح وموجود, يعني حتى ولو كانت بسريه تامه, يعني لو شيء يخصك يعني شيء مغلق عندك. فكيف شو تنصح كل سيده كيف تتعامل مع هذا الموضوع مع زوجها او العكس؟ يعني انا دائما بقول تماما اذا انت ما بدك تدخل بمجال ال خلينا نقول المراسلات على الخاص, اوكي انت من البدايه لا تفتح هذا المجال نهائيا, لانه اصلا يعني انت بتشوف في مجتمع اصبحت السوشيال ميديا وسيله لبناء علاقات جديده, علاقات اجتماعيه جديده. يعني هي وسيله 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 امنه, وسيله سهله تماما. انت بتدخل على السوشيال ميديا بتشوف مين ما بدك بتراسله, بتشوف مين ما بدك اشخاص انت بدك تراسله براسلك. انا بقول دائما الصراحه والوضوح والخصوصيه الاسره نفسها هي تمنع الاشياء هاي. وانا اذا انا استخدامي للسوشيال ميديا انا عارف تماما اني استخدم السوشيال ميديا لغايات استفيد منها, لغايات علميه ولغايات اني اتعلم واستفيد منه. ما في داعي اني افتح مجال للمراسلات الخاصه, لان المراسلات الخاصه احنا بالنهايه بشر. قد تاتيك مسج معين بكلمات معينه قد تضطر انك تسمع, واذا سمعت او شفت قد تضطر انه هذا الموضوع يروق لك. طيب هذا الصراحه مهمه, يعني حتى لو كانت مثلا مسجات غير لائقه احيانا في بعض الاحيان, واحيانا تصير يعني الصراحه مهمه. يعني عبير انا واضح تماما, حتى وان كانت الصراحه من بدا ما بتصير اذا كانت مسجات غير لائقه, ما بتصير الا اذا كانت استمرت بالعلاقه. انا بقول دائما من بدايات انت تكون واضح تماما شو استخدامك للفيسبوك. انا في ناس كثير بيقول لي السوشيال ميديا يعمل لي صداع براسي, مرات اشوف اشياء ما بدي اياها, بقول له انت اللي تشوفها بكل بساطه. انت تختار ما تريد, وانت تختار هل تتواصل معه ولماذا استخدمت السوشيال ميديا. اذا انا جاوبت على هاي الاسئله باقي الامور كلها تفاصيل تنتهي بساعتها. بس والله اذا انا فتحت على السوشيال ميديا وبدي يعني كل شيء متاح, كل شيء متاح. طيب هل ممكن للطرفين يعني كزوجين او حتى كبدايه تاسيس العلاقه فتره الخطوبه او غيرها, هل ممكن ياسسوا لنفسهم قيم يقدروا يحيدوها الى حد ما لما يحدث على السوشيال ميديا؟ يعني اشياء ان مثل الخطوط تكون هذه السوشيال ميديا مستحيل تدخل فيها. احنا متفقين دائما بنقول ان الزواج مؤسسه, صح؟ ولما تحكي انت عن مؤسسه تحكي عن تاسيس وتحكي عن اسس يبنى عليها, واي علاقه اي مؤسسه زواج تبنى على اسس واضحه. من يعني انت لما تاتي تتزوج او تتعرف على شخص بدك تتزوجها بتكون واضح تماما من حيث ظروفك الشخصيه, ظروفك الاقتصاديه, شو الاشياء اللي بتقدر عليها, الاسس, وتحط اسس الصراحه والاهتمام وشيء. انا بقول الان السوشيال ميديا اصبح احد الاسس اللي تبني عليه علاقاتنا الاساسيه. وانا بعرف ناس كثير من محيطي ومن طلابي انه لما يعني احدى الناس لما تزوجوا كان احدى شرطه انه السوشيال ميديا ما بتصير في استخدامه. وهل هذا صح الموقف؟ لا ابدا 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 ابدا. انا ما بقول انه صح ولا بقول انه, انا بقول دائما السوشيال ميديا هي فرصه انك انت تستفيد منها. هلا انت حتى اولادنا, اذا انت اخذت اولادنا الان السوشيال ميديا متاحه لهم وعندهم قدره على التعامل معها افضل منا. يعني انا كثير باشياء بالسوشيال ميديا انا برجع للصغار اللي عندي بيعطوني اياها بكل بساطه. انا بقول انت كيف تؤسس لثقافه استخدام السوشيال ميديا, كيف تؤسس وكيف تقنع الاخرين بان السوشيال ميديا هي وسيله انك وفرت عالم بين ايديا للعلم والمعرفه والثقافه. اذا اقنعت هاي الاشياء اعتقد ان انت تستطيع ان توصل فيها. نعم. اما انه السوشيال ميديا ممنوع اصبح. نعم دكتور. تجاوزنا هاي المرحله, تجاوزنا. سؤال من بروديوسر منتجه الحلقه بصراحه حابه تعرف باسورد, هل يحق للطرفين ان هم يعرفوا باسورد بعضهم ام لا؟ شوفي حتى نكون دقيقين اكثر, ما في شيء يقول لك لا يحق له ولا يحق له. انا بقول اتفاق الطرفين. على اتفاق الطرفين. انا بعرف كثير ازواج, وهذا بالمناسبه تستخدم انك انت تعطي الباسورد زوجك لزوجك وزوجك يعطيك اياه, هذا كنوع من انه بناء ثقه اكثر. بالزبط. بناء ثقه اكثر انه انا يعني انا لما بعطي الباسورد لزوجتي معناته اكثر انه انا بريء, ما عندي شيء يعني, والعكس صحيح. على حسب. بس بالنهايه ما في شيء اسمه حق وما حق, احنا بنقول باتفاق الطرفين, لانه احنا بالنهايه بهمنا مؤسس زواج. واحنا انا
بقول دائما المجتمعات العربية لا يمكن ترتقي إلا إذا الأسرة عادت دورها واستلمت مهامها اللي كانت تقوم فيها من زمان. نتمنى والله. إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله تكون نصائح هذه ووجهة النظر وصلت لكل من يتابع فينا. دكتور محمد جربيع شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك ويسعد مساكم. شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور. طبعا في نهاية لقائنا معك نشكرك دكتور في علم الاجتماع دكتور محمد جربيع، ونشكر كل من كان معنا في هذه الفقرة. مستمرين معكم ولكن بعد شوي. مرة ثانية أهلا بكم مشاهدينا. ملمح جديد من ملامح ليبيا هو منارة سيدي خريبيش في بنغازي. عبير مظبوط. طبعا اليوم اخترنا مدينة بنغازي حتى تكون وجهتنا لحلقة اليوم، وتحديدا إلى المكان الذي شهد الإعلان عن استقلال ليبيا في عام 1951. طبعا قصر المنارة هو المكان يلي منه انولدت دولة ليبيا. أنا قلت منارة خريبيش قبل شوية غلطت، قبل 69 عام لما أعلن الملك إدريس عليه من على شرفة القصر الاستقلال. القصر مبني في عهد الاستعمار الإيطالي وبعدها عاصر أحداث مهمة في تاريخ ليبيا الحديث. خلينا نتعرف أكثر على القصر. بمجرد ما تخش للمكان تحس بأن الماضي بدأ بالحضور. قصر المنارة، قصر يختزل بين جدرانه مشاهد وأحداث تاريخية مهمة، بداية من إلقاء بنيتو موسوليني لخطابة من شرفة القصر، مرورا بإعلان الاستقلال، وصولا إلى احتضان القصر لأول مقر لأول جامعة ليبية اللي استعمرت زي أريتريا والصومال وليبيا. طبعا موسوليني لما زار بنيتو موسوليني رئيس الحزب الفاشي او رئيس الجمهوريه الايطاليه، لما زار بنغازي خطب من الشرفه هذه سنه 1936، واستعرضت امامه كل الكشافه والفرق الرياضيه. موسوليني 36 طبعا خطب منها شرفة. أيضا الملك إدريس وأعلن استقلال ليبيا، الملك إدريس أيضا من الشرفة هذه. أن الإيطاليين أو المعماريين الإيطاليين اللي جوا لمدينة بنغازي أرادوا أن يعتمدوا اعتماد كلي على العمارة الإسلامية. فالعقود اللي نشوفوا فيه نحن في, 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 في الباب الرئيسي هدينا عقود نصف دائرية أو سيمي سيركلر. نصف الدائرية هدينا مشهورة بهن العمارة الإسلامية، ومجموعة العقود هذه في العمارة الإسلامية يقال لها بائكة، بائكة ذات خمس عقود والباب يجي في المنتصف. أيضا المنارة هذه اللي تشوفي فيها، المنارة هذه ومنارة شيخ ريبيش يقال لهم كتبية، والكتبية إنها منارة، هي منارة شبيهة بالمنارة أو المئذنة المستطيلة الشكل. فهذه هذا المبنى زخرف، حتى الفريسك حتى الموزايك اللي موجود غادي أو الفسيفساء اندار بالطراز الإسلامي اللي هو الطبق النجمي. لو تقربوا منا بعدين وتاخذوا له الصوره حتجد ان نجمه في النص وعليها دوائر وعليها زخرفات، فهذه زخرفه اسلاميه. عندنا وحده زخرفيه اسلاميه يكوننها اربع زلازات 15 في 15. وبالرغم من تعرض القصر للدمار وهي مش المره الاولى في تاريخه، وبالرغم من ذلك الا ان التفاؤل بان يرجع قصر المناره كسابق عهده ما زال موجود. نفس الأحداث في الحرب العالمية الثانية تحديدا عام 42 تعرض لبعض التدميرات وتم ترميمها. المبنى جهاز المدن التاريخية اهتم به منذ الوهلة الأولى من تحرير مدينة بنغازي. اتجه مهندسين الجهاز إلى هذا المبنى وقاموا بكل ما يلزم من حيث دراسة هذا المبنى إنشائيا ومعماريا وإمكانية إعادته. فالحمد لله المبنى مؤهل لأن تقوم به صيانة وإعادة ترميم وإعادة توظيف، وهذا شيء طبعا يسعدنا. كنا معكم مشاهدينا في فقرة ملامح وتعرفنا مع بعض على قصر المنارة في أكيد مدينة بنغازي، معلم ثقافي وتاريخي مهم في ليبيا كان وسيظل على مر أكيد العصور. بالضبط. وحتى عبير أن المعلم هذا قيمته الكبيرة أنه هو بغض النظر على الاستقلال اللي تم إعلان من على شرفة القصر هذا، لكن حتى أنه هو عاشر مراحل وحقب مختلفة من تاريخ ليبيا. نتمنى أنه يتم المحافظة عليه. أكيد. إحنا تمت حلقتنا علي مرت بسرعة بمواضيع مختلفة معكم. نشوفكم غدوة في حلقة جديدة مع الزميلة فرح والزميل علي. إلى اللقاء.
الله.